أن نبدأ الفيديو فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر الإشعارات، فهذا يساعدنا كثيرا. مرحبا بكم في الدورة المتكاملة في عالم معالجة المياه. نقدم لكم هذه الدورة التدريبية التي تطور من مستواك الوظيفي وتحسن من قدراتك العملية والعلمية في مجال معالجة المياه. الأوزون كخطوة ما قبل المعالجة. يمكن استخدام الأوزون في خطوات عملية المعالجة المسبقة للمساعدة في إزالة الحديد والكبريت والمنغنيز واللون والبكتيريا والطعم والرائحة، ويقلل الأوزون المسبق من تكاليف الصيانة عن طريق التحكم في التلوث وتطوير الأغشية الحيوية، بينما يحتاج نظام المعالجة الشامل إلى التكيف مع جودة مصدر المياه. لن يترك الأوزون بقايا تغير الطعم المنتج النهائي على عكس الكلور أو الخيارات الكيميائية. الأوزون كخطوة تطهير. أثناء خطوة تطهير الأوزون يتم إنشاء بيئة واقية ضد البكتيريا والفيروسات والطفيليات في معالجة المياه المعبأة بالأوزون. يتم التحكم في نظام الأوزون للحفاظ على تركيز أوزون مذاب محدد خلال وقت الاتصال المحدد، والذي يوفر تطهيرا وأكسدة قوية وخالية من المواد الكيميائية قبل خطوة التعبئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الأوزون في التطهير يوفر طريقة فعالة للغاية للتخلص من الرائحة والمذاق غير المرغوب فيهما. الأوزون في التعبئة النهائية. تتطلب التعبئة النهائية للمياه تحكما صارما في تركيز الأوزون لضمان توازن ثابت بين تعطيل البكتيريا والفيروسات والطفيليات التي قد تكون موجودة في المنتج أثناء التعبئة وتقليل تحويل أيون البرومايد إلى برومات. نأتي الآن إلى فوائد أخرى للأوزون في المياه المعبأة. أولا، لا يعتبر الأوزون آمنا وفعالا فحسب، ولكنه أيضا لا يترك أي بقايا أو طعم في المياه المعبأة النهائية. حسب منظمة الجمعية المياه الدولية IBWA، يعمل تطهير كل من الماء والحاوية أيضا على إطالة العمر الافتراضي. هناك فوائد أخرى لاستخدام الأوزون المياه المعبأة. أولا، الأوزون يقضي على البكتيريا على الفور ويعمل بشكل أسرع من أي مادة مؤكسدة أخرى. ثانيا، يتفوق الأوزون على أي طريقة تطهير أخرى بسبب حالة الأكسدة العالية. لا يرتبط الأوزون عادة بالمنتجات الثانوية ويتحول بشكل طبيعي إلى أكسجين، لذلك لا يوجد طعم أو رائحة مرتبطة بعد استخدامه. يتولد الأوزون في الموقع، لذلك لا يلزم التخزين أو المناولة الخطيرة كالكلور أو المعقمات الأخرى. يسمح الأوزون بتكاليف تشغيل أقل وتكاليف صيانة وتكاليف كيميائية أقل من المعقمات الأخرى. نأتي الآن، كما هناك فوائد للأوزون في المياه المعبأة، أيضا هناك مخاطر للأوزون في المياه المعبأة. على الرغم من أن الأوزون يتكون من الأكسجين ويعود إليه، إلى أنه لا يزال يجب استخدامه وفقا لإرشادات إدارة الغذاء والدواء ووكالة حماية البيئة والشركة المصنعة ليكون آمنا وفعالا. يجب أن نحصل على مستوى أوزون متبقي في المياه ما بين 0.2 إلى 0.4 بار برميليون. هذا يوفر تطهيرا آمنا لكل من الماء والزجاجة. تشمل المخاطر الأخرى التي يجب انتباه إليها حسب منظمة IBWA، يقترح أولا، قد يؤدي زيادة نسبة الأوزون في الماء إلى مشاكل في التذوق بسبب ارتفاع مستوى الأوزون، يعني قد يتغير طعم المياه خصوصا إذا زاد تركيز الأوزون عن 0.4. ثانيا، يمكن أن يؤدي وجود مواد غير متوافقة مع الأوزون على اتصال مع الأوزون إلى التلوث، يعني لو مثلا لا سمح الله أن الأوزون لامس تنك التخزين، وتنك التخزين هذا كان مصنوع من مادة غير متلائمة مع الأوزون، يمكن أن يتأكسد وبالتالي يؤثر على المياه. ممكن أن يكون موجود بالمياه نفسها عناصر تتفاعل مع الأوزون مثل الحديد والمنغنيز، وبالتالي تسبب مشاكل في المياه. ثالثا، تختفي الحماية من تعقيم الأوزون بعد حوالي من 20 إلى 30 دقيقة. الأوزون معقم مؤقت وليس دائم كالكلور، لذلك يجب إغلاق الزجاجات لمنع التلوث، بمعنى أنه الأوزون لحظي
يعني يجب أن تبقى الزجاجة مغلقة. مجرد فتح الزجاجة كن على ثقة أنه تحول الأوزون إلى أكسجين. بمجرد الفتح يمكن إعادة تلوث الزجاجة المعبأة. رابعا، البروميد في الماء عندما يتأكسد بشكل غير صحيح يمكن أن يشكل مادة البروميد اللي هي أكسيد البروم. هي عبارة عن مادة مسرطنة مشتبه بها عند مستويات منخفضة، يعني التركيز المنخفضة من مادة البروميد التي قد تصل إلى 10 بارت بير بليون يمكن أن تؤثر على جسم الإنسان وتسبب لا سمح الله سرطانات وتسبب أمراض للإنسان. إذن ترتبط العديد من المخاطر بالأوزون إذا لم تكن كلها ارتباطا مباشرا بجودة معدات الأوزون والالتزام بإرشادات الشركة المصنعة والصناعية. إذن هذا وما أحبنا أن نقدمه لكم بالنسبة للأوزون، فكما أن للأوزون فوائد فإن له أضرار يجب الانتباه لها خلال عمليات المعالجة.